على فكرة المباراة يعني، لأن الأهلي صانع السعادة لجماهيره بجد، وما أعتقدش في فريق على ظهر الأرض كلها بيحقق أسباب للسعادة لجماهيره أكتر من النادي الأهلي. هنا أقدر أقول جماهير الأهلي محظوظة بالأهلي طبعًا، والأهلي محظوظ بيهم طبعًا طبعًا. كانت المفارقة إنه في نفس توقيت المباراة الأهلي وبيراميدز، صديقنا العزيز المستشار طارق بدوي عامل حفل عقد قران بنته ياسمين في نفس اللحظة اللي الأهلي بيلعب فيها. تخيل المأذون بيكتب، يقوم علي معلول جايب جون، فالناس تسيب المأذون وتجري تتفرج على الجون. كان بالصدفة مين في القاعة؟ بس المهم الشهود يفضلوا موجودين مكان. كان مين في القاعة موجود؟ حربي. فحربي قلب الليلة كلها خلاص أهلي بقى مدرجات. وحول المسألة من فرح في قاعة محترمة شيك إلى درجة ثالثة فيها الأغاني للأهلي. نشوفها. من أجل هذه اللحظات تلعب كرة القدم، ومن أجل هذه اللحظات تخلد الفرحة التي يصدرها النادي الأهلي. المستشار طارق بدوي راجل أهلاوي، يعني لما تشوف مستشار طارق بدوي وتشوفه بره كورة إيه ده، وبعدين تتفرج عليه تحس إنه شاب ابن العشرين في شغفه بالنادي الأهلي وافتخاره بالنادي الأهلي. الفرحة بقت فرحتين، وفي كل مكان هكذا يؤثر النادي الأهلي على المزاج العام في كل مكان.